السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وهكذا أيها الإخوة، أنا أحبكم في الله كالعادة، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعني وإياكم بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ هكذا تمضي أيام رمضان وليالي رمضان، أيام الخير والبركة. هل استشعرت قلوبكم حين فتحت أبواب الجنة في أول ليلة من رمضان، استشعرت نسمة جميلة من نسمات الجنة؟ حين أغلقت أبواب النيران، هل استشعرتم أن كف عنكم حرها؟ حين سلسلة الشياطين، هل استشعرتم أن وساوس الشياطين قد خفت في رؤوسكم؟ هكذا الصوم جنة. الصوم جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يصخب ولا يجهل، وإن سابه أحد أو قاتله فليقل. مرحبا شيخنا، اهلا وسهلا وسيدنا وحبيبنا، عزك الله، احبك في الله، احبك الذي احتني فيه، وانا كذلك تقرب الى الله بحبك. كل سنه وانت طيب، ربنا يبارك فيك. شو محمد، عامل ايه رمضان معك؟ نسال الله ان يعيننا وان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال، امين. رمضان عنوان حسن الخلق. جميل. عنوان نعم. حسن الخلق. نعم. فكيف حسن الخلق في الاسلام؟ الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، أنا أعجب يا أبا علاء حين أرى صاحب الخلق والذي علم الدنيا الخلق صلى الله عليه وسلم يختزل بعثته النبوية المباركة الطاهرة في حسن الخلق صلى الله عليه وسلم، وهذه بداية لها مغزى. أي نعم. وأرجو أن ينتبه إليها إخواني وأخواتي. نعم. فيقول كما في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري في الأدب المفرد وغيره من حديث أبي هريرة صلى الله، إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق صلى الله، وفي لفظ حسن في مسند أحمد لأتمم مكارم الأخلاق صلى الله عليه وسلم. ألا تعجب يا أخي من أن تختزل البعثة النبوية المباركة في حسن الخلق صلى الله عليه وسلم؟ حسن الخلق دين، حسن الخلق دين كامل، وأزمة الأمة الآن أزمة الأخلاق. أي والله. أنا لا أقلل من خطر الأزمة السياسية والأزمة الاقتصادية والأزمة الإعلامية والأزمة التعليمية والأزمة الصحية والأزمة الأمنية إلى غير ذلك، لكن صدقني يا أبا علاء، إن أخطر أزمة تعانيها الأمة هي الأزمة الأخلاقية. فلو انتهت أزمة الأخلاق لن تجد أزمة من الأزمات التي عدتها الآن إن شاء الله. نعم. بإذنه تعالى. فأزمة الأمة أزمة أخلاق، ولذلك يقول نبينا صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم حين سئل عن البر. نعم. فقال البر حسن الخلق. حسن الخلق، حسن الخلق. حضرتك لو قرأت آية البر الجامعة، ولكن البر من آمن، يعني ليس البر ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين، يعني هذا الدين كله، الدين كله يدخل فيه الاعتقاد والتعبد والعمل والمعاملات الخلق، الدين كله خلق. فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. نعم. فالحديث عن الأخلاق حديث طويل، يعني يكفي فقط أن يتذكر إخواني وأخواتي في هذه الليالي المباركة أنه إن أردت أن يحبك الله فعليك بحسن الخلق. نعم. يعني أنت تصوم في هذه الأجواء القائضة الحر. نعم. من أجل أن تنال رضا الله، من أجل أن يحبك الله،
من أجل أن تكون قريبا منه جل علاه. هل تعلم أنك تستطيع بحسن الخلق أن تنال درجة الصائم القائم؟ أي عمل هذا؟ أي قيمة لحسن الخلق في ديننا يا أبا علاء؟ يقول صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه من حديث أسامة ابن شريك رضي الله عنه: أحب عباد الله إلى الله أحسنهم خلقا. نعم. طيب إذا أردت أن تنال محبة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا بحسن الخلق صلى الله عليه وسلم، لأنه من علم الدنيا الخلق. فيقول كما في سنن الترمذي بسند حسن من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. نعم. أسأل الله أن يحسن أخلاقنا. آمين. والسؤال كيف نحسن أخلاقنا؟ جميل. الآن يعني لا أدري في الفترة الأخيرة، هل حضرتك توافقني ولا لا، بعد الأحداث السنتين الأخيرتين نعم بدت ظاهرة نعم سوء الخلق. أوافقك. جزاك الله خير. بل لقد صرحت بها وقلت: لقد أخرجت الثورة أظهر أسوأ ما فينا من أخلاق. أحسنت. أقولها لله. أحسنت. جزاك الله. نعم، ظهر سوء الخلق بشكل جلي، وأصبح الصغير لا يحترمه كبيرا. ما فيش بقى ولا يعرف قدر عالم ولا قدر فاضل. أنا في أول الثورة أسميها ثورة يعني. نعم. أيها الناس، لا تثوروا على الأخلاق، لا تثوروا على الأصول، لا تثوروا على المبادئ، لا تثوروا على الأكابر. جميل. لا تثوروا على الدين. جميل. لكن يبدو أن هذه التي الأحداث التي حدثت كلها أخرجت كما ذكرت فضيلتكم أسوأ ما في الناس من أخلاق. نعم. فجعلتهم يثورون على كل شيء ويعترضون على كل شيء، وكل إنسان صار عابد صنم نفسه يريد مصلحته أولا، ولو أن يدوس في سبيل ذلك على كل الأخلاق والمبادئ والأصول، وإنما يريد منصبا، يريد مصلحة، يريد زيادة راتب، يريد، وفي سبيل ذلك يقطع الطريق ويعطل طريق الناس، يضرب عن العمل ويترك المرضى وإلى آخره. أخلاق عجيبة جدا طرأت على الناس. لذلك بيتكلموا على أن حسن الخلق نوع من أنواع الفتوة. الفتوة يعني ليه؟ لأن في أجواء سوء الخلق، وأنت تحسن خلقك كما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، قال: فإن سابك أحد أو قاتلك، يعني شتمك سابك عمال يسب ويسب ويسب، أو قاتلك ضربك وزأك وآذاك، ما تردش، أن تكف يدك ولسانك، تقول: إني صائم. كأنك تقول: أنا صائم، والصائم لا ينبغي له أن يفعل شيئا نعم. من ذلك، فالصوم لي نعم. أنا بتاع ربنا، الصوم لي وأنا أشي زيبة فأنا مش ما ينفعش إن أنا. فهذا الكف اللي هو سموه بقى الفتوة، أن تقرب من يقصيك، وأن تكرم من يؤذيك، وأن تعتذر إلى من يجني عليك سماحة لا كظما ومودة لا مصابرة. خذ العفو، هي دي الآية. وأمر بالعرف. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. نعم. أن تعطي من حرمك نعم، وتصل من قطعك، وتعفو عن من ظلمك. نعم. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا ذلك. آمين. ولكن شيخنا، ما الذي يسهل ذلك؟ نحن متفقون على أن الخلق نوعان: جبلي وكسبي. نعم. كما قال الحبيب النبي لأشج عبد القيس: صلى الله عليه وسلم، إن فيك خصلتين نعم، يحبهما الله عز وجل ورسوله، وفي رواية ورسوله صلى الله عليه وسلم، الحلم والأناه. قال: هما خلقين نعم جبلين له علينا أم عليهما أم فضل شخص. قال: بل جبلك الله عليهما. نعم. فقال في بعض الروايات: الحمد لله الذي جبلني على خلتين يحبهما الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن الخلق في أمر فطري، في أمر جبلي، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. نعم. والله ذو الفضل العظيم سبحانه. لكن لو لم يكن الخلق قابلا
التحسين والتزيين ما أمر الله بحسن الخلق وما أمر نبينا بحسن الخلق صلى الله عليه وسلم. إنما الحلم بالتحلم، نعم، والعلم بالتعلم. ومن يتصبر يصبره الله، نعم، ومن يستعف يعفه الله، نعم. فإذا لابد أن يحرص الإنسان على أن يحسن خلقه. كيف السبيل؟ أنا أرى أن أعظم سبيل يا أبا علاء هو أن يتبرأ من حوله وطوله، وأن يتضرع إلى رب الأرض والسماء أن يرزقه حسن الخلق يا رب. هذا نبينا الدعاء. الدعاء نبينا صلى الله عليه وسلم الذي علم الدنيا حسن الخلق، يقول كما في صحيح مسلم: واهدني، من حديث علي، واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. آمين. واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال. آمين. آمين. لا يهدي لأحسنها إلا أنت. آمين. واصرف عنا سيئ الأخلاق. آمين. والأعمال. آمين. لا يصرف سيئها إلا أنت. نعم. آمين. وفي رواية مسند أحمد بسند صحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. فإذا من من الناس يا أبا علاء إلا من رحم ربي يدعو الله عز وجل كل يوم أن يحسن أخلاقه يا رب. حسن، نعم، أخلاقنا. هذه قضية من أجل وأرق القضايا التي تحتاج منا إلى عناية واهتمام. ثم المجاهدة. المجاهدة كما تفضلت في اللقاء الماضي في المحاسبة، النفس جموح والنفس تطغى وأمارة بالسوء. إن ألهب الإنسان هذه النفس بصوت الخوف والمراقبة الله جل وعلا انقادت، فهي كالطفل الذي يفطم عن ثدي أمه، ربما يملأ البيت ضجيجا في الأيام الأولى والليالي الأولى، لكنه بعد مدة لا يلتفت إلى ثدي أمه. كذلك النفس إن فطمتها عن المعصية بخوف الله ومراقبة الله تبارك وتعالى انفطمت وانقادت لك وصارت مطية لك إلى كل خير. فحسن الخلق يحتاج من الإنسان إلى مجاهدة، إلى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ثم أركز على أن يترك بيئة الأشرار. أيوة. من أصحاب الخلق السيء الطراوس الراقة. وأن يحرص على صحبة الأخيار من أصحاب الأخلاق الكريمة الحميدة، لأن المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. ثم ألا تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب بلى. طيب ها هو حبيبك صلى الله عليه وسلم يأمرك ويقول: أنا زعيم بيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. الله أكبر. ولا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. يا معاذ اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة، وخالق الناس بخلق حسن. فلما لا نستجيب لأمر ربنا في قوله: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، ولأمر نبينا وخالق الناس بخلق حسن. الدعاء، المجاهدة، البعد عن البيئة السيئة، بيئة الأخلاق الفاسدة، والاختلاط بالصالحين من أصحاب الأخلاق الحميدة الكريمة، لأن المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. ذكر ابن القيم في منزلة الخلق كلام، نعم، جميل في كيفية مواجهة أذى الناس، ولعلها ستأتي معنا في حلقة قادمة، لكن في مسألة تحسين خلقك مع الخلق. حسن خلق، يعني الإنسان يرى في خلق الأنبياء نماذج تعتبر مبهرة جدا. يعني ما نراك إلا في سفاهة، فيقول بمنتهى البساطة: يا قومي ليس بي سفاهة. الله أكبر. يعني ما قالش زي ما أقل أحدنا يقول بمنتهى البساطة: أنا برضو لسه فيه. نعم. لا، وإنما قال: ليس بي سفاهة. الله أكبر. هؤلاء الأنبياء والصحابة رضوان الله عليهم ضربوا لنا أروع الأمثلة. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف أوذي في الله بأكثر من هذا وصبر صلى الله عليه وسلم. لكن ابن القيم يقول إيه؟ يقول: أن تعلم أن هؤلاء الخلق مربوبون، مقهورون، مربوطون بأقدارهم، فتفيدك هذه المعرفة ثلاثة أشياء: حب الخلق لك، الله، ونجاة الخلق بك، وأمن الخلق منك. وأمن الخلق منك. نعم، ما شاء الله. هذا عنوان حسن الخلق مع الخلق. عنوان حسن الخلق مع، نعم، مع الناس. نعم. إذا عرفت أن هؤلاء الناس ما بيعملوش حاجة بإيديهم، نعم، دول مربوبون، نعم، مقهورون، نعم، الذي يفعلونه قدر، نعم، قدر عليك. فعشان كده سيدنا يوسف ضرب أروع الأمثلة في معاملته مع أخواته، قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم
وهو أرحم الراحمين. ليه؟ لأنه نظر إلى قدر الله عليه ونظر إلى إحسان الله إليه فأنساه أذى إخوته. قال وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدء من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. فلم يتهمهم بل قدم نفسه بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء. فلما انشغل بلطف الله وإحسان الله عن أذى الناس لم يرى أذى الناس. نعم. هل تتفق معي يا أبا علاء في أنه لا يستطيع الإنسان أن يحسن أخلاقه مع الخلق إلا إذا حسن أخلاقه مع ربه جل جلاله ثم مع نبيه صلى الله عليه وسلم. لأن البعض تصور أن حسن الخلق مقصور على حسن الخلق مع الخلق، بل لابد ابتداء أن تكون حسن الخلق مع الخالق جل جلاله. طب حضرتك عندك أمثلة من سوء خلق البشر مع الله؟ ما أكثرها، نسأل الله الستر والسلامة. آمين. يعني أبشع صور سوء الخلق مع الخالق الشرك والمعاصي بكل أشكالها وألوانها، هذا أقبح سوء الخلق مع الله سبحانه وتعالى. فأعظم صور حسن الخلق مع الله أن تفرده وحده بالعبادة والألوهية والاستعانة والاستغاثة، أن تتوكل عليه وحده وأن تفوض الأمر إليه وحده وأن تقول بلسانك وجنانك وعملك وجوارحك وأركانك: اللهم إني أبرأ من الثقة إلا بك، وأبرأ من الأمل إلا فيك، وأبرأ من التسليم إلا لك، وأبرأ من التفويض إلا إليك، وأبرأ من التوكل إلا عليك، وأبرأ من الصبر إلا على بابك، وأبرأ من الذل إلا في طاعتك، وأبرأ من الرهبة والخوف إلا لجلالك العظيم. سبحانه وتعالى. يعني يطرح قلبه بكل حب وذل وانكسار بمنتهى البساطة. فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين سجد حتى ظنت أنه قبض، الله فسمعته يقول: نعم، أعوذ برضاك من سخطك، الله أكبر، وبمعافاتك من عقوبتك. حين قام حتى تفطرت قدماه ثم يقول: أفلا أكون عبدا شكورا. عبدا شكورا صلى الله. هذا حسن الخلق مع الله. نعم. ألا يمن على الله. نعم. وألا يرى له فضلا ولا يرى له ولا يوجب بعبادته على الله حقا. حاشا لله. جل جلاله سبحانه وتعالى. وحسن الخلق مع النبي صلى الله عليه وسلم، أن يمتثل أمره وأن يطيعه فيما أمر، وألا يفتئت عليه، ولا يتقدم عليه بين يديه. نعم. وأن يتبع سنته، وألا يستنكف من شيء من سنته. نعم. وأن يلتزم شريعته، وأن يبلغ دعوته، وأن يرفع رايته، وأن يعيش لنصرة دينه، ليحقق صدق الانتماء إليه صلى الله عليه وسلم. أن ينتصر له صلى الله عليه وسلم، فلا يرضى أن ينتقص أحد من سيدنا النبي وهو حي. نعم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. يقول شيخنا عبد القيم: ولا يكون الرجل من أتباعه صلى الله عليه وسلم حقا حتى يدعو إلى ما دعا إليه النبي على بصيرة. ثم بعد ذلك يأتي حسن الخلق مع الخلق، وكما تفضلت في أصوله الرائعة: أمن الخلق منك وحب الخلق لك ونجاة الخلق بك. جزاك الله خير شيخنا. نعم. بارك الله فيك. أمين. حسن الخلق مضى، خلص الحلقة بسرعة ولسه ما عندناش حاجة. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياك حسن الخلق. آمين. إخوتي في الله، أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.